36 يوما منذ انطلقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مخلفة دمارا كبيرا في المدن الأوكرانية جراء القصف الروسي. موسكو أعلنت وقفا لإطلاق النار يبدأ اليوم الخميس في مدينة ماريوبول أو جنوب شرق أوكرانيا بهدف إجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها أجبرت القوات الأوكرانية على التموضع في المدن الكبرى، كما أن مهامها على محوري كييف وتشيرنهيف أيضا تم إنجازها. في المقابل قالت القوات الأوكرانية إنها صدت 4 هجمات للقوات الروسية في إقليمي دونيسك ولوغانسك وإلى ميكولايف جنوب أوكرانيا التي تتعرض لهجوم واسع، حيث استهدف مبنى المحافظة فيها من قبل القوات الروسية، كما تم عزلها عن البحر الأسود ما فاقم الحصار على العاصمة كييف. والآن نترككم مشاهدين مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.